قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبما أوجب غير جاحدين وبما أنزل وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه ولك الحمد على ما يسرتنا لختم القرآن وقراءة كتابك العزيز. اللهم لك الحمد والشكر على ذلك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وسجودنا وركوعنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعل نور ما قتلوناه، اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وذوينا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. اللهم تقبله منا كاملا مكملا يا رب العالمين وارزقنا ثواب من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان يا رب العالمين. اجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة، ادخلنا الجنة مع القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر ذنوبنا بحق القرآن واجعل القرآن شفيعا لنا واجعل القرآن شفيعا لنا واجعل القرآن شفيعا
لنا ودواء لنا ودواء لنا من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم نور قلوبنا وأفئدتنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ولإسقامنا شفاء وعلى النار مخلصا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم نكرنا منه ما نسيناه. اللهم علمنا منه ما جهلناه. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله لنا شفيعا وإماما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويرقى ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويشقى. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اجعلني فوق ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فإنك أنت الغفور الرحيم فإنك أنت أرحم الراحمين فإنك أنت رب العالمين. لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والصحة والمعافاة. سبحانك بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وكبت عدونا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم العليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما فيهن وهو
على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وعيش على شهر رمضان. اللهم لك الحمد أن وفقتنا للصيام والقيام، فكما وفقتنا في رمضان فوفقنا في غير رمضان يا رب الشهور والأعوام، يا رب الشهور والأعوام. أعد علينا رمضان أعواما مديدة، أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، ونحن في خير وعافية وصحة وسلام يا رب العالمين. أعد علينا رمضان وأمة محمد في خير وعافية وسلام. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، وخصوصا إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، كن لهم وليا ومؤيدا وناصرا يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا كريم. اللهم ارفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاداهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم، وحرر المسجد الأقصى ورده إلى أيدي المسلمين، وارزقنا فيه صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كشمير وفي الهند وفي الصين وفي بورما وفي ليبيا وفي جميع الأرض يا رب العالمين. انصرهم ببركة القرآن الكريم، انصرنا ببركة القرآن الكريم، واحفظنا والمسلمين ببركة القرآن الكريم. يا إلهنا يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا، تقبل الليل دعاءنا، استجب لنا دعاءنا، استجب لنا دعاءنا، واعطنا سؤلنا واستجب لنا يا الله، واغفر ذنبنا الليلة يا الله، اغفر لنا الليلة يا الله، اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أعلناه وما أسررناه وما أنت أعلم به منا يا خالقنا يا إلهنا. اغفر لنا الذنوب التي مضت، واغفر لنا الذنوب التي ستأتي يا رب العالمين، واكتبنا من عتقائك من النار، واكتبنا عندك من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وأحبابنا وذوينا من النار يا رب العالمين. نسألك دخول الجنة مع الأبرار، ونعوذ بك من عذاب النار يا عزيز يا غفار
توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تخيب رجاءنا فيك يا كريم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ويسر اللهم لنا أمورنا ولا تعسرها بفضل وجود وكرم منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين. ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا وتقبل توبتنا وتب علينا واهدنا وعافنا واعف عنا واسترنا وارض عنا. نسألك قلبا خاشعا وذكرا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. ونسألك مغفرة من كل ذنب ونسألك توبة نصوحا. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن ذكر لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب ومن دعاء لا يستجاب ومن دعاء لا يستجاب. نعوذ بك يا الله يا الله. إننا مذنبون إننا مذنبون مفرطون. اللهم جئناك الليل بذنوبنا كلها وقلت وقولك الحق يغفر الذنوب جميعا. يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاغفر لنا ذنوبنا الليلة كلها وتقبل توبتنا ولا تجعلنا من القانطين. من كان منا مريضا فاللهم عجل بشفائه اللهم عجل بشفائه. اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير واعصمنا من كل شر ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة دارنا ومستقرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رحماك بنا يا الله رحماك بنا يا الله. والطف بنا فيما جرت به المقادير والطف بنا يا الله والطف بنا يا الله. والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. إلهنا وخالقنا ومولانا هذا حالنا لا يخفى عليك. وهذا ذلنا وظهرنا وهذا ذلنا ظاهر بين يديك. فعاملنا بالإحسان إذا الفضل منك وإليك. واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا ربنا يا إلهنا. نحن قد حضرنا ختم كتابك ونخنا مطايانا ببابك ونخنا مطايانا ببابك. فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أعطنا أجر ليلة القدر وأجر خير ما فيها فتحها ونورها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فتحها ونصرها ونورها يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة
من خير لأوليائك فاجعل لنا منها أعلى الحظ والنصيب ولا تحرمنا من خير هاته الليلة ولا تحرمنا من بركة هاته الليلة ولا تحرمنا من رزق هاته الليلة وما قدرته ما قدرته في هاته الليلة من شر فابعده عنا وعن المسلمين يا رب العالمين وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا العلا من الجنة وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أحد آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاكتبنا من الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقتهم ينفقون اللهم اجعلنا من أوليائك ولا تجعلنا من أعدائك اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أيامنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقى يوم لقائك واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الله أكبر